عقل شراكة بين جمعية كرة اليد التونسية مثلها السكرين واتصالات. اليوم في القاعة هذه اللي مكتب المختار اتخذ فيها قرارات استراتيجية تخص واحدة من أكبر الشركات الوطنية اللي نفتخر بها ونعتز بها في تونس، اتصالات تونس. الشركة هذه شريك للجامعة التونسية لكرة اليد منذ 2003، منذ جانفي 2003، منذ 10 سنوات أو أكثر شوية من 10 سنوات من العلاقة، وستستمر هذه العلاقة هذيا لثلاث سنوات قادمة. بكل حال العقد هذا خير من العقد السابق، معناتها شروط مالية أفضل من العقد السابق اللي كان بحدود تقريبا 180 ألف دينار مولينا في 250 ألف دينار مع إمكانية التحسين في ظرف مثل هذايا. أعتقد كونه معناتها لأنه أيضا تونس عندها الكونترات بتاعها، واليوم اعتقادي كونه عقد ينال استحسان الطرفين.